هل كان حرمت قلها وكيل الدولة بنتلان مانتا واحد لوجود عريح لبنان دا بعدمان كا لحاجة قلها وكيل الدولة بنتلان وحري لوجود واقع عمل الشعيبة ومنها لبنان دا اللحية اللحدة كا هل كان حرمت قلها وكيل دا يروح كود عريح محكمة صار الدولة بنتلان متسورجة تاسو قحيسة إلا مري نظام كتسورجة إدارة لبنان دا هذا بقرار كم ذا لبنان دا وكسو بيج ميا سند عصب مالو عصب بالعصب إيه سدوا كله تصاعد عصب إن أي كل أرتان منطقة يا كهلا دريم كده كأدن سدوا وأركان إلى كم من غضان حلي بنا ده قلها وكيل ده الغياب أي سو كردين يا بلشنا وهايا والله دريم كده ده ودي سي وحدريم يا مسؤولية ده وينين أي كرتاي ماركتاي أباهن إن دل كان ماركتاي هرمركيس أيو ماركتاي لجشق أيو أو مارتنا قريب كنا قلها مارك دريم كده مارك كواد كم فرح سلينا كلية كم من قضاء برلمان كالحاد دولة بونتلان عشان لا تنسون كبعد لكن واحد ريم يا إنان مارت السدة وجوها بون عن سلي هاي وقعب قالن كده دنك هرمرين تبلش ده إيو وحيا لبضان أو مارت يبلش له بانتاي ما دام دجموي كبونتلان وحنو ملاين يا دجم الله صقر ينان تجين أنت كلا إنان عجا هاي كنت جاي مركا دول كم رئيس أو بعد ورباهين تا دولة بونتلان ayaan qayb ka aha oo aan ku faraxsanahay inaan ma aragtay adiga oo saaxiibo muddo dheer ahayn oo labaagaasina oo ka wada shaqeeyay xarunta warbaahinta marka waxaan leeyahay insha Allah khair amaanka iyo nabadgelyada hal ilaaliyo waxaan rajaynaynaa ma aragtay in kulligeen inagoo midaysan inaan ma aragtay u wada jahaysano sidaan deegaankeena iyo dowladnimadeena aynu horumarin lahayn runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta نقضه مسؤول مثلا دتك بنتلان وقلها وكيل لذا وملا أقوم هيم سنة بحنا إن شاء الله رجينا إلهي كبرينا نوصل نقول أبين وعندل ك دتك سي وفن ونيدونا يجا ودا عندما هو ديجنو أنا جي أنت كلا صاحب هذا إذا ما أنت فصدوا هلا يبا دتك بنتلان وحنا لا نهاي وحنا رجينا نبض يبرواقو يمنمو يين ما أركتي هديه حتى عقباضه ولا يستوي أبى شوي نجيران لتناسلو ولا يستجيو قلها وكيل دونا دور شريفة وكقاعدن دونا إن شاء الله إنه مدة مثل حد هذا من مدة هذا يعني بتقولي هذا يخرج مركز هذا كشقي مر والبا مركز تاسان دت كانوا باقي إنه قول بنا ورجعنا على ما عند دوينا وحمد الله إن شعبك وحمد الله إن شغالها أنو شن يتونكس من الشغالان ها وحنقرنا يا حقوق ذا شغالها بنتلان كم مكان ورنتي لف دبر واحد دولة ذا بنتلان سيدوك كلا واحد رمنا ما أنت الدولة ذا بنتلان ومشار بحيال إنا أول رجنين نقطع ذيك بحيال ودمان ديجا ذا بنتلان أذيك جسيس حلو جارسيو ده كر بنتلان الله قيبيو ده كأي نقطعانين واحد مثلا ده كبنتلان أردن waxaan masnaad dadka badan 3 milyan oo qof waxaan rabnaa dadkaas qof walba inuu dareemo dawladnimo sax ah insha Allah ma noqon doono golo fadhiid ah oo baarlamaanka fadhiya waxaan tagi doonaa deegaan doorashadayada waxaan ka qaban doonaa ajendayaasha iyo qorshaha insha Allah markii baarlamaanka uu furmo gudoonkii gudoonka xigeenka la doorto insha Allah anuguna waxaan rajaynayaa inaan ka mid noqdo inaan u tartamo xubnaha sare ee golaha wakiilada dawladda Puntland si gaar ah gudoonka xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland dawadiyal sida idin muuqata xaruntan oo golaha wakiilada ah ayaa waxa ku shaqeyn doona si rasmi ah baarlamaanka lixaad ee dawladda Puntland 2024-2029 iyadoo maantana ay shir gudoon u noqday xildhibaanka ugu da'da weyn oo noqday Xasan Cabdalla Xasan isla markaasna shir gudoonka asagu la wareegay ilaa ma ay inta la doornayo gudoon cusub ee baarlamaanka dawladda Puntland Shinaa Cabdi Axmed warbaahinta dawladda garow